عامل بأجر يومي في نفط الجنوب يتحدث بألم عن ثروات العراق النفطية وثروات محافظة البصرة تحديدا الذي لم تجني منه المحافظة سوى الأمراض والمشاكل كما يقول، بينما الفائدة تتوزع على الأحزاب. دعونا نشاهد. السلام عليكم. السلام. شلون استاذ؟ شلون صحتك؟ شو استاذ؟ شو بك اليوم؟ صافي مالك خلق ضايج؟ والله يا اخي صافي وضايج ومضايق. ليش يا ضيم هذا؟ من الله النفط. اي؟ انا نفط عيشنا دولي. اي. كامله دولتين ثلاث دول. صح. احنا الشعب العراقي ما لنا بي شيء. ليش بس امراض؟ زين راقب هاي اللي قاعد يحرقون به هذا النفط. هذا النفط قاعد يحترق. اي صح. هاي الدخانته كلها تسبب امراض سرطانيه وامراض خبيثه. حاليا 70% بالبصرة أمراض بسبب هاي الآمار. الشعب البصري زين ماكو لاح على قولتهم، كل شيء ما محصل فلس من هذا النفط. الزبايل تصد الشوارع وأمراضها. المحافظ ملتهب غير دولة زين راح يسوي شعره. والله نحن الشعب العراقي مثل ما تقول لنا لا وإن له راجعنا. زين هذا النفط وين جاي يروح؟ يعني هاي الآبار كلها هي يا ابن عمي، يعني الرميلة بيها فوق اشمل الالف 1500 بير بالالفين بير يوصل، وين يروح؟ هاي الشمعة. اي هاي الشمعة. اي هاي الكاك تابعين. اوكي. هذا الكاك تابع للحزب الفلاني. خوش. اللي هو حاطله وراه جماعات مسلحة متكونة من 1000 نفر. اي. وهذا الكاك للحزب الفلاني الله. اوكي. اللي هو قاضيها ابو المتعة يسمونه، ما رد نط مسميات علان حصل لنا مثل ما تقول اثم. اوكي. وهاي الكاكات كل حزب وميليشياته، هسه احنا مثل ما تقول صارت هسه عندنا كل حزب تابع لميليشيا. ايه. قبل احنا كان نعرف بس حزب البعث، حزب الدعوة. اوكي. زين؟ ماشي. هسه صار عندنا 1000 حزب.